ليكوا المشاهد اللي بتشوفون بالسيارة بتفكروني لوحدي، بس في شخص اثنين ثلاثة والصندوق حلوة. ايه كلنا هلا بقلب السيارة. أجواء دايما حلوة بتوزع فرح وين ما كانت، فرح وحب وين ما كانت موجودة، وهذا الشيء صار نادر نشوفه بين النجمات وبين الممثلين أو الممثلات. داعمة لغيرها، بتزقف للأدوار الحلوة وللشخصيات الحلوة وللممثلين أو الممثلات اللي أبدعوا بهالشخصيات. أدوارها دايما بتعلم، انتقائية باختياراتها. اليوم أحلى صبحية عن الضيوف، يوم حلقتي مش معقول قديش مبسوطة فيها. الممثلة نغم أبو شديد، صباح الخير نغم. ميرسي، صباح النور. يعني بتشكرتك وصلتي على الاستوديو. ايه الحمد لله. تحديات لنوصل. بتكرموا الضيف وبتبعتوله كل شيء، بس صار تحدي تشالنج هلا انه نوصل على الاستوديو. صح، بتبدي دخلك كيف عم تعبي بنزين، انه شو عم بيصير. طمنينا عنك نغم، كل شيء منيح؟ لهلا الحمد لله عم ندفش مثل كل هالناس، عم ندفش عم نناضل، انه ما فينا نقول اكثر من هيك. منيح اللي بعدنا بصحتنا، ومنيح انه كل افراد عائلتنا بعدهم منيح، ومنيح انه بعدك مثل ما انت، يعني ما تغيرت. هذا الشيء اللي قلت لها اياه تحت الهواء، مع انه اللي عم نمرق فيه بكبر سنين. ايه هلا غير الشكل، يعني اسم الله عليك يا نغم، بس كمان الداخل، انه من جوا بعدك مثل ما انت، ما في شيء غيرك، لانه بنعرف المهنه قديش فيها تحديات. مزبوط، مع انه اوقات ايه يعني قد ما بتاكلي اشياء وكفوف وممكن تغيري، لا ما يعني يا ما عم بتعلم، يا قررت انه ما في يغير بس كرمال يكون حدا تاني تقدر كمل. بس صايرة عرفتي هيك شوي اكتر سلسة، بتقبل اكتر وتعودت. اخر شي بتتعودي انه تاخدي، ان كان بالحياة او مش بس بالمهنة، حتى بالحياة في اوقات كفوف اكتر بكتير. صح، من المهنة. بس خلص طالما انت جوهرك هيك ما فيك تغيري، يا ما بكون ساعتها عم مثل بالحياة. اذا بدي اتغير كنغم بكون عم مثل بالحياة، وانا هيدا بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عنه. ليش مؤخرا كنا او عم نشوفك هيك بادوار شريره شوي؟ هلا عم تشوفون. ايه يعني ايه بالعوده، يعني ايه شفنا ايه هيك بين هيك وهيك. ايه بالعوده. ايه لانه اول شيء انت مع التنوع. اكيد اكيد، يعني انا قبلا عامله ادوار شريره، بس مثل هالشر اللي هلا رح تشوفوه بنوره يعني ما شفناه. الله يستر. ليكي بالعكس حلو، لانه اول شيء بتفشي خلقك بالصراحه، قد ما بتشوفي الشر حواليك وبالعلاقات اللي انت عم تتعرف عليها، كميه الشر مش طبيعيه قد ايه زايده، ما بعرف ليه بقى. وانت ما فيك تكوني هيك، على القليل تفشي خلقك بالتمثيل وتطلعيهم بشي مطرح. يعني مثل نوره واضرب من نوره، صدقيني في بالحياة، في بالحياة، في بالحياة. ورح تشوفوني بدور تاني شرير كمان. Sorry to tell you يعني. كمان عندكم على الجديد بالزمن الضائع، فينيكس بيكتشر، فمساقبة هلا زمن الشر. زمن الشر يمكن وال... ايه لانه الشر المصلحة والمادة والأنانية والدعس على الغير كرمال توصلي لغايتك، يعني عم نشوف على كل حال. هو او الدراما بتنقل الواقع كثير، كان حتى بالشخصيات بمسلسل حكايتي. كتابه فيان انطونيوس مجله تحيه، صديقتك المقربه واحكينا عنك. صح، الاسبوع الماضي مروه جروب. ما ترددتي لتشاركي بمسلسل حكايتي، خلينا نقول انتاج لبناني يعني. اكيد بالعكس، شو اذا نحن ما بدنا نشجع الانتاج اللبناني، مين بده يشجعه؟ ليش في انتاج لبناني بحت وصل ومرك واخذ سكسي؟ لا اكيد. يعني بعدين انه ترددت. ليكي وين ترددت؟ بس بشغله صغيره، يعني انه بدي اكون ام لقد ايه اعمار مين ولادي، انه هل رح اعطي او لا. بس هيدي هي هالنقطة، بس مش انه الممثلين او جوه جديدة مثلا. عندك محمد قيس، على كل حال اكيد بنقول لهم بنصبحهم محمد قيس، ماريتا، ما رددك بالعكس. لا لا لا، اول شيء لانه عارفة انه ماريتا عم تتدرب، يعني مش انه هلا هي قررت، يعني إلا قبلا. يعني فيفيان بعرف انه كانت عندها من كذا فترة، من سنة سنة ونص اكثر، وبعدين كان في بوب مكرزل الكوتش
كمان محمد مش يعني انه هيك فاتوا وبلشوا ما حدا عم بدربهم، لا بالعكس انا بشجع الوجوه الجديده اذا عندها طاقه. وانا من يلي حتى دايماً لو مساحه دايماً الدور اكبر من مساحه دورك نغم، يعني بعد هالسنين ما بيعني لك بقى الموضوع. لا اكيد، وانا من يلي كانوا كتير يشجعوا كمان بالكورمتراج افلام قصيره روح مثلهم، بحب شجع المواهب يلي بدها توصل. طب ما نحن كنا موهبة، يعني نحن كنا اوكي درسينا بس كنا موهبة، ونحن كنا عم نحط اجرنا بهالمهنة، لو ما حدا شجعنا ما وصلنا. المساحة منا مشكلة، لا يا ساشا وانت بتعرفي اكيد انه اصلا مساحتي هون هي من البطولة، صح بطولة صح الجيل تبعنا، صح هلا يعني رح تحضروا وتشوفوا، بس اوقات فيها تكون بطولة وما تعلم شيء بلا لا يعني ولا نكهة ولا تعمل شيء مش ضروري، وبالعكس هن ياخذوا فرصتهم ويثبتوا حالهم، بعدين القصة هي دايرة على هن يعني ونحن بينهم. يعني الحلو عند فيفيان انه في عدة قصص متشعبة ولسه راحة كلهم ابطال، يعني حلو هيدا الحلو. كيف خيطت الدور هيك مثل ما انت بتشوفيه؟ لانه كلنا بنعرف الدور بيكون على الورق شيء، وهالشيء قالته فيفيان انه تفاجأت انه كيف تطورت الشخصيه وصارت هيك من لحم ودم، صارت عم بتشوفها اكيد. هلا وقت اللي بتقري وبتشوفي وتطورها بتبلشي انت يعني اكيد تتخيليها وانا كثير براقب ساشا، يعني انا من يلي براقبوا كتير تفاصيل بالحياة، مواقف، كيف ردت فعلها، كيف الأذى بيكون، شو الواحد بحس، يعني كتير بحلل بقى هودي كلهم إذا بدك مثل ما كنت عم تقولي بتحيكيهم وبتضيفي عليهم من خبرتك أكيد خبرتك وشخصية نغم، لأنه بكل واحد بمحل في من هالشخصية شو ما كان، إن شاء الله نقطة صغيرة بتنميها تتكبر، بس نكون مطفيين نحن نحط ولا بتحطيها وبتحطيها بالشخصية اللي أنت عم تلقى، هي مزيج أكيد منك ومنا. بس بدي أقول لك وقت اللي بتبلشي أنت وعم أول نهار تاني نهار تالت نهار بالشخصية يعني بتصيري شوي شوي تاخد عليك وتاخد يعني بتصير منك وفيك بذات القالب، بتصيري بعدين ترتاحي أكتر. يعني مين ما كان، إن كان حدا بروفيسيونال أو حدا مبلش بجديد، الشخصية تتبلش تمشي مزبوط على السكة بدك تكوني بلشت تمسيها عم تبنيها واللي قبالك كمان، يعني اللي قبالك كتير يعني بصير لأنه عائلتك بصير عدوك بصير صاحبتك كله بتنسقيهم سوا، وشوي شوي مع الوقت انت وعم بتصوري الشخصيه بتصيري هيك بتلعب فيها لعب، صح هون بصير اللعب بالتمثيل اكيد. حلو، مش هيك يمكن الناس بيشوفوا اوقات تفاوت بمشاهد معينه وغيرها، مش عم بحكي عني عم بحكي اجمالا، لانه حسب اذا كان اول مشهد ثاني مشهد اول جمعه او لا، يعني كمان هيدا بتاثر كله بياثر، وبالفعل يمكن المشاهد بيشوف النتيجه بس ما بيعرف التحضير قديش بياخد وقت والظروف الصعبه كمان اللي هو مش عارف فيها. شو بس وقت اللي بيعرفوا كيف عم تصوري اذا حدا اجى معك بيقولوا لك هيك التصوير ما كنا متخيلين ابدا. على كل حال بالفعل، وشي حلو اللي قلتيه كمان نغم انه نعطي فرصه لوجوه جديده، لانه في طاقات كمان نحن بنشوف حالنا فيها انه ليش لا، بس الفجأنا انه بالسابق خليني رجعك شوي زمان مش كتير أوكي. قلت انه مستاءك انت من بروز بعض الاسامي النجوم او النجمات على الساحه التمثيليه وهن غير متخصصين او غير مؤهلين انه يكونوا نجمات، وانت أكيد. اللي تخصصتي واللي تعبتي اكيد انا دارسه بفرنسا وكل شيء، بس انه مزبوط وبعدني بقول انه لانه قبلا كان في هجمه كتير كبيره ويعني حسينا صرنا انه نحن الاستثناء الممثلين اللي دارسين وهن القاعده، فهيدا الشيء اكيد بحز بقلبك، يعني وصرنا عم نشوف انه كثير عم يتكاتروا وكثير يعني عم يتسلط الضوء عليهم بالوقت اللي في ناس عن جد كفو او قاعده ببيتها، يعني كتار هن. فلا اكيد هلا يلي بثبت حاله واللي جدير واوكي قدر يعطي شيء عال، بس يلي ما قدر انه في منهم اوقات تحسيهم عم يفرضون فرض وهن للصراحه ما عم بضيفوا شيء،
وبعدين في شغلة بدي أقولها، أنه يعني أوقات هن زيتهم الأسامي اللي منشوفهم بكل الأعمال، إن كان الرمضانية أو أو مع شركات وكرموا شفناهم مع مهرجان الميراكس دور هون. حابة أعرف أو مع شركات معينة هن زيتهم أو مثلا وقت اللي بيجوا من برا بدهم يعملوا إنتاج إجمالا، يعني بحس كأنه ما بيعرفوا غير فئة معينة، يعني ما بحس أنه فاتحين أفاقهم يتعرفوا على ناس جديدة. لا يا جماعة، في ناس إلى سنين وكفوقة ودارسة، يعني شوي عرفتي. هلأ عم حس عم بفوت ناس. تبعت المهرجان ميراكس على الانتاجات يعني من برا. كيف شفت التكريمات بالمهرجان؟ تعرفي أنه أنا ما كنت بالبيت، ما حضرته، يعني جيت كان حضرت آخر نص ساعة بس. مين كنت بتشوفي أنه لازم ياخد حقه أو لازم يكرم؟ هلا انا ما عرفت كيف صار التوزيع، اذا على اي سنين، يعني ما انا عم اقول لك ما حضرته من الاول. هن 2019 عم بيكرموا، كان 2019 2020 الى الاعمال اللي كانت ايه باخر موسمين. بس فيها اقول لك انه في كثير اسامي عم ترجع هي ذاتها، يعني عدا انه اوكي جان داكاش، رندا كعدي، فظيعين اللي بحبهم كثير كثير من قلبي، وحدا كمان هلا بونيتا قالت عنهم. مين ساعدونا بالرجيه؟ شو ميرو؟ يعني في كم اسم جديد تكرموا، بس ما بتحس انه هن زيتهم؟ ما لانه الاعمال الدراميه عم بتكون هي زيتها فيها، يعني عال برافو لازم، لانه اخذين سكسي، بس كمان لازم التنافس يعني يكون اكثر وشوي غيرهم. يعني ليه ما كنت بالمهرجان وليش؟ لا انا يمكن ما كان عندي اعمال اصلا بال 2019 2020، ما بعرف يعني ما كان عندنا. عم اقول لك ما بعرف اي سنين كرموا. بعرف العوده ايمتى كان، 2019؟ ايه يمكن العوده يمكن ايه بال يمكن 2019. ما بعرف، يا الله ما لها ايام على العوده. نغم، مسلسل الزمن الضائع، خبرينا شوي عنه. راضية؟ زمن الضائع أكيد أكيد. لا أكيد هلا بعدنا عم نصور، إخراج ماريانا صقر وإنتاج فينيكس بيكتشر، معك الزملاء فادي إبراهيم، جابي مرعب الكاتب، إيه مجدي إيه. مشموشي يعني. مجدي مشموشي، فادي إبراهيم، جوي الهاني، جو صادر، هيام أبو شديد كمان نصبح إيه. عليها أسعد رشدين. طب أنتوا بس تجتمعوا إيه هل إيه قول رزق الله، إيه قول رزق الله. شو أيام تلاليبان ونساء في العاصفة، والعاصفة طاب مرتين، وهالأيام الحلوة اللي كان الاستوديو ما كنا نطلع نصور برا، كان الاستوديو هو الفيلا تبعنا. عنا فيلا نحنا وقصر اسمه تلاليبان. يا بيي شو عندي حنين عليه وشو عندي نوستالجي. وعنا الاستوديوات بتفوتي من هالديكور لهالديكور لهالديكور لهالديكور. عندك الكافيتيريا بتلتقي شكري أنيس فخوري، باسم نصر، أنطوان ريمي، الله في عندك حنين لهالايام، هالشيء لمسته من خلال ورد الخاليو، من خلال المواقع التواصل الاجتماعي وخاصه الانستغرام الخاص فيك. بنحس بكل بوست تقريبا بتنزلي في حنين للماضي كثير. جد وتلي ليبان حرام، يعني عن جد اول شيء تعاملي مع المسين كان فظيع، وانه هيدا تلفزيون رسمي، تلفزيون دولي. يا جماعه يا جماعه شو عم تعملوا فيه؟ حلكم تحلوا هالموضوع، بعدين فيهم يستثمروا الاستديوهات ويخففوا عن المنتجين دفع مصاري وركض تيلاقوا لوكيشن، وهون في ضجه وهون ما في ضجه، وهون كيف بدنا نعمل، والبنزين وما في بنزين وبعيد. فيهم ساعتها يستثمروه كديكور لمسلسلات. تعرفي قديه بيطلعوا مصاري لتلي ليبان؟ بصير يغذي حاله وبفيد المنتجين واحلى للممثلين واريح. ولتأثرتي يعني كمان بتصور اللحظات اللي عشتوها انتم بالسابق. عن جد يعني. صراحة لأن بداياتي كانت هنيك، بداياتي كانت طبيعة الحال وبنات من قصص حب، من شارع الأيام، نساء في العاصفة، العاصفة تهب مرتين، كل هول عن جد يعني عشنا عمر
للصراحة كنت بعدني جاي من فرنسا وفتت عتلي ليبان، يعني أكيد بيعني لك كتير مينيموم حرام. فبالزمن الضائع شوي هيك عم نرجع هالشمل أو هالجمعة، ضايع هالزمن إن شاء الله بيرجع منرجع الشمل. إيه أكيد. فكمان هون دور شريرة، وبدي وجه يعني أكيد بالنسبة للي كنت عم تقولي لما ترددت قبل، مع أنه كان في يعني أنه بس قصة بركة العمر أو هيك، لأنه أول شيء أنه مروان حديت شغلة معه قبل وبعرف، وآخر عمل كان أدهم بيك وبرتاح بالشغل يعني كتير شغلة قبلان. وفيفيان يعني أنطونيو الصديق صديقتي هي الكاد، أنا أكيد بدي إلا لا، أكيد بدي إلا لا يعني. فبدي أقول شغلة أنه هالمنتجين اللبنانية بهالوضع عن جد يعني لازم يعملوا إنجاز بهيدا الوقت. لازم يعني أنه نقدر اللي عم يعملوه. طب يعني هن نحن عم نحس معهم وهن لازم يحسوا معنا كمان، يعني عم نجرب نلاقي حل، لأنه منا هينة الوضع اللي هن مرقين فيه من كل النواحي منه هينة. صح. طب نغم اليوم مين من الممثلات أو النجوم أو النجمات اللي بتزقفيلهم بس حضرت شي عمل لقلهم بتقولي كل حدا عمل عمل حلو وحسيت انه عن جد يعني وصل اللي لازم يعمله، حبيت الكاركتر كيف لعبه، جسد مزبوط، والعمل بحد ذاته اذا هو ناجح او لا انا بهني الكل، ما عندي اي مشكله، بالعكس لازم ننبسط. ما كيف بده يكون مين التنافس؟ مين هنيت مؤخرا؟ هنيت هلا بتعرف انه ميمار تبعي كثير، كارمن لبوس، هنيت بعتت يعني لكل الاكيب اللي كانوا يعني ماجي بلا المود، دانييلا رحمه، يعني ناسي هلا بس يعني بتعرفي انا وقت اللي بشوفه ببعت رندا الكعده اكيد. شو حلو نزقف لبعض ونعرف اكيد اكيد. مبروك للشغل الحلو، صح، للعمل الناجح، صح، بديع، باسم مغنيه، لا انه بدي اعدلك انه هن عن جد كتار. على كل حال اذا بتسمع قولي لي بدي اقول لجورج روكوز، لانه هو مخرج المسلسل وهيدا تاني عمل اخراجي له، انه يعطيك الف عافيه لجورج، لانه عن جد ولكل الاكيب لازم اقول، لانه هلا حكايتي عم بتشوفوا انه في اكيب عمل يعني من كل التقنيين بدي اقول لهم يعطيكم الف عافيه، لانه 14 و15 ساعه شغل وميك اب وشعر وال يعني بدي اقول للكل وزملائي وجورج، بدي اقول انه شخص مخرج كثير بيشتغل بحماس ومن قلبه، بتحسيه بده يعطي، مثلا في شغله هون ما قدر يعملها، لا ما قدر حدا يجيبها، او لا بجرب هو يعمل شو ما كان تيجيبها، يعني حلو. حتى لو منه هو بيمسك الكاميرا اوقات هالقد متحمس هو اوقات بصور، يعني نيالهم فيك على السات مثل ما كنا عم نشوف على الفيديو الاجواء الحلوه والهضامه يعني هيك ننسى كل شيء برا الفيديو اذا بدكم تشوفوا. نغم يعني للاسف عم بيقولوا لي خلص الوقت، ما هيك بدي احكي بس عن حلو. سوري اذا ما قدرت احكي. حلو كثير، كان ممتع لقائنا الصباحي وصبحيه معك على كل حال. Thank ولا you. احلى ثانك يو. بنشوف حالنا فيك وان شاء الله اكيد بالتوفيق بكل الأعمال القادمة. شكرا. وأكيد حتضلك هيك يعني من هيك محبة الناس بعدها لقلك. الحمد لله عن جد الحمد لله. وبليز ما تكرهوا نغم أبو شديد، كرهوا نور، لأنه بتصير بعدين هلأ لأنه على الطريق بتصير على السوشيال ميديا شو شريرة واللي عملت هيك. يا جماعة هذا دور أنا عم مثله هالشخصية مثلا. بتصير كتير موفقة بكل شيء. شكرا. الممثلة المفتخر فيها نغم أبو شديد كانت ختام لقاء صباح اليوم.